السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة محمود المعلومات في كل مكان على اليوتيوب، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الفوتوشوب. النهاردة درس جديد، ازاي نعمل كوميكس على الطريقة الأجنبية. يعني لما مثلا الناس بتخش على الفيس بتشوف كوميكسات أجنبية مكتوب عليها ها 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 أو لول مثلا، اي كلام انجليزي اجنبي، دي بتكون معمولة بطريقة كوميكس انجليزي. النهاردة انا هشرح لكم ازاي تعملوه بطريقة مبسطة وسهلة بالفوتوشوب. نخش على الدرس على طول عشان ما اخدش من وقتكم كتير، ياريت تسمعوني للاخر وتطولوا بالكم عليا شوية. نبدأ على بركة الله، بنفتح الفوتوشوب، بندوس كنترول او او فايل اوبن، نختار الصورة دي، وبعد كده بنجيب الأداة دي اللي هي الكروب تول، ونقصر منها كده شوية، نقصر الجهة التانية، بندوس صح او انتر. بعدها بنجيب الأداة دي أداة المساحة، وبنختار التالتة اللي هي اسمها ماجيك اريزر تول، وندوس على الحته الفاضيه دي، وده طبعا كده اتحولت كانها رندر عفوا. بعدها بندوس كنترول جي او دبل كيت لاير، كليك شمال دبل كيت لاير، ندوس اوكي. بعدها بنيجي عند كلمه فلتر، بنختار فلتر جالري، احنا نصغر بالناقص عشان نشوف. طبعا بنختار اول واحدة ارتكتس، وبناخد الاختيار ده اللي هو بوستر ايدجز، ونخلي دي نخلي الاسهم زي ما هي، يعني هنا اتنين هنا واحد هنا اتنين، نخليها زي ما هي منلعبش فيها، نضغط اوكي. بعد كده بندوس عليها دبل كيت لاير تاني او كنترول جي، نضغط انتر، ونيجي عند الفلتر، نختار بيكسراليتي اول واحدة كولور هافتون، ودي مثلا نخليها خمسة، وتحت 108 102 90 45، كل اللي غيرناه بتقل خمسة بيكسل، ونضغط اوكي. بعدها بنيجي هنا وبنخليها سوفت لايت. بعد كده بندوس كنترول او او فايل اوبن فايل واوبن، وبنختار الخلفية دي، بنسحبها لهنا، نقفلها. بعدها بندوس مع بعض كنترول تي عشان كده تتحدد، نسحب منها شوية عشان تبان العلامة دي علامة التأسيس، وندوس الت وشيفت مع بعض وتسحب الت وشيفت، ونصغر كده، بتصغر هي مع بعض كده، بحيث ان احنا نخليها على نفس حجم الصورة الصغيرة دي كده اهو خلاص، وننزلها ونضغط على مساح، ونسحبها تحت كده، نسحبها على هنا تبقى كده اهو. اكبرها لكم شوية عشان الوضوح. بعدها بندوس كنترول جي او دبل كيت لاير، نضغط انتر، ونعمل زي ما عملنا في الرندرات ده، نعمل نيجي عند الفلتر بيكسلاليت كولر هاف تون، وديت زي ما هي خمسة، ونضغط اوكي. طبعا انتوا فيكم ممكن تخلوها كده، لكن انا بفضل ان احنا نعملها كده عشان تطلع زي ما احنا عاملين رندر وش الشخص ده، بنخليها سوفت لايت. وبعد كده بندوس فايل اوبن او كنترول او
وبنختار الصورة دي، بندوس كنترول او او فايل اوبن، بنختار الصورة هاف تون دي كده اهو، هي نزلت بنسحبها ونحطها هنا، وطبعا بنسحب كده على بسيط، بندوس كنترول تي بنسحبها كده، وافضل ان احنا ننزل السواد ده من تحت بحيث ان تكون بقع السودا دي هي اللي باينه كده، تمام. وبعد كده بعد احنا نقفل دي الاول، ندوس كنترول او او فايل اوبن، ونختار الشيبس دي الاشكال دي، بنختار الماجيك تول ماجيك اريزل تول، بندوس على الحتة البيضاء اي حتة بيضاء كده، وبعد كده بنختار العلامة دي ليسو تول، وبنحدد اي شكل، انا مثلا على سبيل المثال اختار الشكل ده، بنحدد كده بوضوح بحيث ان هي ما تلمس اي شكل تاني، ونجيب السهم التحرك ونقدر نسحبها بسهولة ونحطها، نقفلها الاول، طبعا بنسحبها فوق اللايرات كلها تبقى اول واحدة، بندوس كنترول تي والت وشيفت مع بعض ونسحب، ونقدر نلفها كده كده، تمام. نيجي بقى في الفونتات، نكتب مثلا ها ها ها، هنا نخلي الفونت ابيض، بنيجي عند الفونت بنختار بلندنج اوبشن، بنختار ستوك، وهنا بدل التلاتة مثلا تبقى خليها تلاتة زي ما هي، نضغط اوكي، اغير الفونت، اكتب فونت امريكان كابشنز، نضغط العلامة الصح، ادينا كده كتبنا كلمة ها ها ها، نقفل السهم، بنقلبها كده، نظبطها كده، اتعمل زي الكوميكس الأجنبي بالظبط. وكده ينتهي درسنا النهاردة من دروس تعليم دورة الفوتوشوب، ده الدرس رقم 7 إن شاء الله، ده الدرس رقم 7 بإذن الله. قابلكم، كان معاكم محمود جمال من قناة محمود للمعلومات على يوتيوب، قابلكم في دروس تانية إن شاء الله أهم وأحسن من كده، يا رب تكونوا استفدتوا، حبوا بعض وساعدوا بعض، ما تنسوش تضغطوا لايك وسبسكرايب للقناة، لايك إعجاب للفيديو لو عجب حضرتك أو حضرتك، ما تنسوش كلكم تعملوا سبسكرايب اشتراك للقناة محمود المعلومات على اليوتيوب المزيد من الدروس التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.